يتقدم للكرة ويحاول الله هدف سادس إماراتي. عجيبة الطريقة عجيبة. شوف 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 الثياب وضعها. حتى حارس المرمى كان مستغرب. في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ثياب عوانة طلع الآن، وعلى الإمارات تطلع بهذا الهدف الملعوب، بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا وجميلة بطريقة غريبة بطريقة رائعة. ثياب عوانة وضعها بهذه الصورة الحلوة الحلوة الحلوة، يعني فيها بعض الشيء ممكن نقول مبالغة، لكن الكرة في الشباك استقرت لبنانية، وقد سجل ثياب عوانة هدفا سادسا في هذه المباراة. ضرب